بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. وزي ما نشوفش جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ربيع، هل العيد الأكبر؟ إحنا عندنا العيد الصغير في مصر، العيد الصغير في مصر هو عيد الفطر، والعيد الكبير عندنا عيد الأضحى، لكن عندنا العيد الأكبر هو ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده مش عندنا بس، ده عند كل المسلمين في كل العالم الإسلامي. وإزاي ده ما يحصلش إذا كنا كلنا حاسين إن النعمة الكبرى لله سبحانه وتعالى علينا هي نعمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده احنا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم حياتنا كلها، وعشان كده ما كانش غريب ان احنا نلاقي المسلمين في كل مكان لما يجي ربيع يحسوا ان الدنيا بقت كلها نسيم، كلها فرح وكلها نور. واكتر ناس ممكن تحس معاهم ان الدنيا بقت نسيم مع ربيع اخواننا في سوريا. اخواننا في سوريا عندهم يحسسوك لما يجي ربيع ده ان الدنيا كلها بقت عطور، بقت جمال، بقت نور، لأن ربيع عندهم بيخلي الدنيا كلها ربيع، بس مش بالجو، بجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي، أنا معايا اثنين أخين حبيبين على نفسي، السيد عمار قصاص، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك السيد عمار، وأخوه السيد إبراهيم قصاص، أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا جدا أن أنا مع حضراتكم. احنا بارك الله. خلونا نتكلم، احنا دلوقتي جايين، انا بسميه الفرح، احنا جايين في الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعالوا نفرح بحضره النبي مع بعض، بس انا عايز اعرف، هو اهل سوريا بيحتفلوا بالمولد؟ طبعا اكيد. هذا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، والحمد لله الذي تفضل علينا ان جعلنا من امه الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. والله الفرحه بعيد المولد النبوي الشريف هي فرحه كبيره كثير عنا في سوريا. وطبعا نحن بشهر ربيع الاول بنسميه شهر ربيع الانور. صحيح. بقدوم الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. الفرحه كنا يعني بنحتفل كلياتنا، سواء في المساجد او في المدارس او في المصانع او في البيوت، يعني كل مكان من دول فيه احتفال مختلف عن المكان الثاني، بشكل ثاني، بطريقة ثانية، بأسلوب ثاني، بفرحة ثانية. تتجدد الفرحة في البيت، تتجدد الفرحة في المدرسة، تتجدد الفرحة في المصنع، تتجدد الفرحة في كل مكان، الشوارع، الناس. طب تعال نبتدي بالبيت، تعال نبتدي بالبيت، وأمشي أنا مع حضرتك ومع السيد إبراهيم نشوف الفرحة في كل حتة. في البيت بتفرحوا إزاي في البيت بالمولد؟ كنا يوم المولد النبوي الشريف عنا عادة. أولا حضرتك من أهل، من أهل الشام ولا من أهل حلب ولا من إيه؟ أنا من مدينة حلب، من شمال حلب سوريا. الشهباء. حلب وما أدراك ما حلب بقى. حلب هنتكلم عن حلب والأنغام وإزاي بيكون مع حضرة النبي الجمال ده كله. الدرسة. إيه بقى يا سيدي؟ كنا يوم عيد المولد النبوي الشريف، وهي كانت عادة. يعني حضرتكم عندكم اسمه عيد المولد؟ عيد المولد النبوي الشريف. طبعًا. عيد. نحن بالنسبة لنا هذا عيد. سبحان الله. كنا في أول يوم بنبتدي في قعدة الأسرة، بنعمل طبق بيعرفوه أهل مدينة حلب اسمه المامونية. 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 يا سلام. المامونية كانت عبارة عن حلويات. أنت متذكر الاسم جه منين؟ من المأمونية، لأنه هذا كان نسبة. يعني هي نسبة للخليفة المأمون. الخليفة المأمون. فهي كان المأمونية. بيحب الأكل فكان بيحتفل فيها، فلذلك نحن سميناها مأمونية. يا سلام. وهي كانت معظم أهل حلب بيحتفلوا فيها. وده معناه إن طول عمر المسلمين في كل الأجيال، في كل الأعصر بيحتفلوا بالمولد. أكيد أكيد أكيد. والدليل على ذلك إيه؟ والدليل على ذلك إيه؟ المأمونية. المأمونية دي دليل على إن طول الوقت الناس بتحتفل بمولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فرحة متوارثة يا سيدي، فرحة. أنا دايما بقول كده ونحفظ الكلام ده، هذه فرحة بالإسناد المتصل. ذلك الفضل من الله. بدأ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لما قال هذا يوم ولدت فيه، وبدأ المسلمين ياخدوا بقى. أصل حضرة النبي أوتي جوامع الكلم، وأوتي جوامع السلوك وجوامع الأخلاق، فلما قال هذا يوم ولدت فيه فعرفنا أنه نحتفل بالمولد. فكل واحد من المسلمين بقى أبدع لغاية ما وصلنا إلى المأمونية. فالمأمونية بقى بتتعمل الصبح ولا العصر ولا بالليل؟ دي بتكون في أول اليوم. أيوة. بتكون طبق على الفطار بداية بالاحتفال في هذا اليوم.
ايه بقى انت شوقتني، انا عايز اكل، انا عايز اكل مقبوليه دلوقتي. ايه بقى فيها ايه؟ بتنعمل من السميد والسمن العربي، والسكر هو طبق قريب للحلويات وبيكون عليه فوق القشطه، والفستق الحلبي الرائع وجنبه هالشعيبيات الجميله وهالفرحه وهال الناس من اول ما بتشم ريحه ده وكاننا بقلاوه بقى وحاجه يا سيدي الناس من اول ما بتشم ريحه المامونيه في صباح عيد المورد النبوي الشريف، الناس بتلاقيها كلها جاي مشان تاكل مامونيه وتبدا احتفالها بعيد مورد النبوي الشريف. هل بيحصل بقى، هل بيحصل ان البيوت بتبعت المامونيه على بعضها كده، ولا بيبقى ولا اللي بيجي من ضيفه بالمأمونيه؟ احيانا في بعض الاحيان في المصانع بيعملوا المأمونيه وبيوزعوها، لكن بالنسبه للمنازل بتكون كل بيت بيعمل المأمونيه تبعه وبيكون جهازها قبل بيوم كمان. يا سلام، هذا يا شيء سلام ضروري، شيء مهم. عيد المولد النبوي الشريف هذا فرحه. يا سيدي يا سيدي، قول لي بقى سيد عمار، ايه اكتر انشاد بتحبه، او اي اكتر انشاد بيقولوه اهل سوريا؟ اهل سوريا بيفرحوا بالاغاني بالانشاد والا اهل حلب، اهل حلب أهل حلب عندهم اصوات عجيبه. نعم يا سيدي، حاجه عجب. نعم. رحمه الله عليه حسن حفار. طبعا حسن حفار، حفار القلوب. نعم، يسموه حفار القلوب. الله يرحمه ويرضى عنه. كنا بنستمع الى يا امام الرسلي، يا إمام الرسل، يا إمام الرسل، يا سلام. إيه رأيك بقى نروح نسمع الشيخ محمود خليف وهو بينشد يا إمام الرسل؟ يا سلام على الشيخ محمود.